السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم بسوي تجربة الحليب العجيب. الحليب العجيب مكوناته جبت حليب وصحن وألوان وصابون سائل وملعقة. طبعا أول خطوة نضع الحليب في الصحن، ثاني خطوة نجيب الألوان ونحطها في الحليب. نجيب ملون طعم الثاني، بعدين نجيب الصابون السائل وغمس، وهذه تجربة الحليب العجيب. الفكرة العلمية في هذه التجربة الجميلة نتحدث عن مفهومين أو لهما: التوتر السطحي وكيف يقوم الصابون بإزالة غشاء التوتر السطحي. ما رأينا بالحليب عندما وضعنا الصابون في الإصبع ثم أضعناه في الحليب ثم أزال الصابون الغشاء، ولاحظنا ذلك بحركة الألوان. عندما وضعنا الإصبع انتشر الألوان نحو أطراف الصحن. الخاصية الثانية الصابون، نعرف أن الصابون هو يقدر على إزالة الدهون، وهو سبب لتحرك ألوان نحو الإصبع بعد مرور قليل من الزمن.